دائما وابدا. كانت وما زالت جماهير نادي الزمالك في جميع انحاء العالم تتذكر كل من ارتدى القميص الابيض ودافع عن الوانه، حتى لو كان وقت تواجده بالقلعه البيضاء لم يكن كبيرا. حسين حمدي واحد من الأسماء البارزة في الدوري المصري الممتاز الذين ارتدوا قميص الزمالك في موسم 2011-2012. حمدي الذي لقب من الخبراء ببيتر كراوتش الكرة المصرية. ولد حمدي في 25 يوليو عام 1985 بمحافظة الشرقية، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع كرة القدم بفريق غزل المحلة عام 2006، ليقدم مردودا أكثر من رائع مع نجوم الدلتا. خاض حسين حمدي العديد من التجارب مع أندية الدوري المصري الممتاز، أبرزها كان في مصر للمقصة وحرس الحدود وتليفونات بني سويف ونادي مصر وبتروجيت والترسانة وفاركو. يعدي حسين حمدي، حسين حمدي، حسين حمدي، هتعمل ايه تاني؟ هتعمل ايه تاني؟ هتعمل ايه تاني؟ وكانت المحطة الأبرز في مسيرته مع القلعة البيضاء، حيث انضم حمدي إلى صفوف نادي الزمالك عام 2011 بناء على طلب المعلم حسن شحاتة المدير الفني للفريق آنذاك، ليتوقع له الجميع التألق بالقميص الأبيض وتحقيق العديد من البطولات والأهداف. ولكن الظروف لم تساعد المهاجم الشاب بشكل كبير تنتهي مسيرته مع الفريق بشكل سريع، بالرغم من الإشادة الكبيرة بمستواه في الفترات القليلة التي شارك فيها. حسين يا حمدي مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. حسين حمدي كورة مزيكا. حسين حمدي، الله 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 الله، في منتهى الجمال يا حسين يا حمدي، في منتهى الجمال. ضيفنا اليوم رحالة الكرة المصرية حسين حمدي، المهاجم المجتهد الذي لم يستسلم أبداً، المظلوم الغير محظوظ الذي عرفت قدماه طريق شباك المنافسين على مر السنين.